حول الموضوع معنا عبر الهاتف من بروكسل الصحفي والكاتب الإعلامي نادر صنهاجي. سيد نادر، مساء الخير، أهلا بك معنا. يعني هذه العاصفة الثلجية التي تجتاح أوروبا قادمة من سيبيريا بحسب التقرير أدت إلى قتل موت العشرات، يعني صورة الوضع في بروكسل أو صورة الوضع في أوروبا ككل؟ نعم سيد نادر. أستاذ نادر معنا؟ ألو نعم، مرحبا. مرحبا سيد نادر، أتحدث عن هذه العاصفة الثلجية وعن موجة الصقيع التي تجتاح أوروبا، صورة الوضع لديكم في بروكسل وصورة الوضع في أوروبا. نعلم بأنه عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم جراء ذلك وصل إلى العشرات. صحيح أنه هذه الأجواء التي تعرفها الدول الأوروبية حاليا من فيما يتعلق بالبرودة، برودة هذا الطقس نعم عادي، هناك يعني الجو جد جد بارد في الدول الأوروبية، حتى بلجيكا فقد يعني تحدثت مديرية الأرصاد الجوية البلجيكية أنه لأول مرة منذ 1904 لم تسجل بلجيكا هذا الانخفاض في درجات الحرارة. ربما هذه الانخفاضات وصلت يعني ما يقارب ما دون 18 درجة مئوية أمس وقبل أمس. هناك تخوف أيضا، وكما ذكرت كما تم ذكره ايضا في التقرير، تم تسجيل بعض حالات الوفيات فيما يخص المشردين، لكن ليس في بلجيكا. لكن رغم ذلك قامت السلطات البلجيكيه ربما باتخاذ اجراءات، منها منع المشردين من خروج من ملاجئهم في هذه طيب في بلجيكا بالتحديد لم تسجل اي حالات وفيات؟ لا ليس هناك اي حاله. نعم ليس كالدول الأخرى ربما. طيب الإجراءات الاحترازية كنت تتحدث عن ربما عدم السماح للمشردين بالتواجد في الشوارع، هل تم وضعهم في ملاجئ مثلا، تخصيص أماكن آمنة لهم؟ يعني من المعروف أنه دائما السلطات البلجيكية في فصل الشتاء يعني تهيئ أكثر من المرافق فيما يتعلق باللاجئين، فهي دائما أنا دائما ألاحظ في بلجيكا أن هناك سواء جمعيات أو شخصيات من المجتمع المدني تقوم بمساعدة المشردين، لكن في هذه الفترة هناك حراك أكبر بسبب برودة الطقس وتخوفا من أي أحداث غير مرغوب. نعم يعني هذه من بين المسائل التي تقوم بها الظاهرة يعني جليا أمام العين. طيب من إلى متى من المتوقع أن تظل هذه ربما موجة الصقيع أو هذا الانخفاض في درجة الحرارة بحسب الأرصاد لديكم؟ يعني على حسب ما ذكرت مديرية الأرصاد أنه غدا إن شاء الله سيكون الجو دائما بارد نوعا ما، وستتواصل درجات الحرارة في الانخفاض، وربما يدوم هذا الحال إلى غاية بداية الأسبوع المقبل. يعني هذا ما ذكر لحد الآن، ولكن في الحقيقة هناك برد قارس بالرغم من أن أوروبا يعني متعودة على الجو البارد، وخاص خصوصا وأنه فصل الشتاء هو فصل بارد، لكن هذه المرة الجو جد بارد، وهذه النسبة المسجلة كما ذكرت في السابق لم تسجل منذ حوالي ما يزيد عن تقريبا 100 سنة. يعني هذا ما خلق ذعر نوعا ما يعني على مستوى المجتمع. طيب على مستوى الشارع، على مستوى المدنيين، يعني نعلم في أنه في مثل هذه الظروف لا يتم ربما الذهاب إلى العمل أو إلى المدارس أو إرسال الأطفال أيضا إلى المدارس، أيضا فيما يخص ربما في الحقيقة هنا في بلجيكا لم تسجل حالات مثل هذا، لأنه لم تسجل نسبة ثلوج مرتفعة. لا تزال الحياة اليومية طبيعية؟ الحياة تزال جد عادية، لكن الشيء الوحيد الذي يؤثر هي نسبة البرودة الزائدة فقط، يعني انخفاض درجة الحرارة الزائد هذا ظهر ويعني أثر على السكان وعلى المواطنين. يعني طيب بما أنكم قريبون يعني من المناطق الأخرى التي سجلت فيها أيضا حالات الوفيات، هل لديكم من معلومات ربما عن الوضع هناك في الدول الأوروبية الأخرى؟ هل هناك ربما بحسب وسائل الإعلام ماذا تقول عندكم في بروكسل فيما يخص الدول الأوروبية الأخرى؟ أكيد في دائما تخوف، لأنه من بين الحالات التي سجلت في ماستريخت وفي هولندا، وهولندا بلد قريب جدا يعني من بلجيكا. وأنا أيضا اليوم صباحا كنت في فرنسا، درجات الحرارة يعني منخفضة أكثر من بروكسل. كل هذه يعني
تدفع إلى اتخاذ الحيطة والحذر وتوخي أي عاصفة ثلجية ممكن أن تحدث في البلاد، وكما تحدث أيضا وسائل الإعلام أن هناك عاصفة قادمة من فرنسا. شكرا لك على هذه المداخلة نادر صنهاجي الصحفي والكاتب الإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من بروكسل، شكرا جزيلا لك.